بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو بعنوان سبب الخطأ المتكرر مني عند إنشاء بعض مزارعي للأرانب. عند انتهاء عملي بمزرعة والبحث عن مزرعة أخرى، وذلك بجهات خارج كردون مدينة الإسكندرية، كنت أعثر على المزرعة البديلة في أواخر شهر مارس. ومع علمي أن تشغيلي لها في هذا الوقت من العام غير ملائم وغير منتج، لأنه هيبقى على بداية دخول فصل الصيف وتوقف التلقيح زي ما قالت الكتب في 1/5، فهنتعرض بقى لشهور الصيف الحارة. وإلا أني رغم علمي بذلك كنت أتعاقد على الإيجار، لكني أؤجل بدئي في إنتاج الأرانب وأحاول استغلال المكان، إما في التجهيزات بتسوق البطاريات ومعظمها بيكون مستعمل، وأقوم بنفسي بعد تجهيزها من صنفرة ودهان برونز وتركيب ورص الخطوط وعمل أرفف الجراكن المياه وتوصيلها بمواسير الأقفاص النصف هرمي 3 دور، وشراء أرانب في عمر 2 أو 3 شهر لتأهيلهم للإنتاج اعتبارا من منتصف أغسطس، طبعا كل ذلك بدون عائد. أو أني كنت أستغل هذه الشهور بدلا من ذلك بالعمل في تربية مثلا البط المسكوفي كتحضين حتى تمر أشهر الصيف هذه دون التفريط في المزرعة. رغم كل ما ذكرت هذا، إلا أن الخطأ الأعظم المتكرر مني هو عدم استغلال كامل مساحة المزرعة منذ بداية إيجارها. منذ بداية إيجارها أولا للحفاظ على استدامة إيجاري لها، وثانيا لعدم وجود السيولة النقدية لاستغلال حيز المزرعة بالكامل. فكنت أقوم بتجهيز السلالات التي أنوي تسكنها عند اكتمال الخطوط. صحيح هو عمل وإنتاج وفي صالح العمل، بدلا من شراء سلالات من مزارع أخرى وبسعر أعلى، لكن الخطأ هنا هو أني أدفع إيجار المزرعة بمساحة كبيرة قدر الأجر على أساسها. لكن العمل الفعلي يعتبر وكمثال أني لو مأجر شقة 3 حجرات لكني أستغل وأعمل في حجرتين منهم فقط، وهذا ليس لمجرد شهر أو 2، في حين لو كنت بدأت في استغلالها بالكامل فلم أكن أتعرض لمثل هذا الموقف الاضطراري. وما أذكره هذا لا ينطبق تنفيذه على المربي المبتدئ، حيث يوصى للمربي المبتدئ بالبداية بعدد قليل محدود يتعامل معاه للوقوف على مراحل التربية عشان ما يتكبدش خسائر كبيرة لو كان بدأ بكمية كبيرة وهو ما عندوش فكرة عن التربية. أما من كان اجتاز هذه المرحلة البدائية ووصل لحالة مرضية من معرفة كيفية رعاية الأرانب، فيمكنه مشيئة الله العمل في مثل ظروف الانتقال هذه للعمل مباشرة في مزرعة كبيرة. هننتقل للشق الثاني، هو ردود وتعليقات على استفسارات مربي الأرانب. سؤال بيقول: كل واحد يسيب نصيحة للمربي الجديد من بداية الشراء للتغذية والعلاج وكل ما يخص المشروع وجزاكم الله خير. كلام جميل، انت عايز تعرف
وعايز تعرف كل ما يخص المشروع، كل ما يخص المشروع ما ينفعش ان الواحد يقوله في رد سؤال. فممكن يعني الناس اللي هي زي حضرتك كده بتهتم بان يحصل على المعرفة، ألف ب بتحاول تجيب كتاب متخصص في تربية الأرانب وبتقرأ، هتلاقي فيه حاجات انت ما كنتش تعرفها. مش قادر تشتري كتاب او مش لاقيه او بعيد او غالي عليك، انا منزل فيديوهات يعني عدت ال 200 فيديو دلوقتي، ممكن بتبدا تقراهم بس من اول فيديو، اقرا اول واحد تاني واحد تالت واحد عشان ما تزهقش. يعني اذا لقيت الكلام اللي فيه ده في الفيديو ده يفيدك، كمل بقيه القرايه، اعتبرها قصه، قصة غرامية بوليسية، اعتبرها حاجة محببة لك وتقرأ. وكل فيديو هتلاقي فيه معلومة أو اتنين أو تلاتة متضمنة في الفيديو غير اللي اتقال. يعني ده بالنسبة للنصيحة اللي أنا أقدر أقدمها. في سؤال تاني بيقول، ممكن أعرف إزاي أربي الأرانب عشان أنا لسه مبتدئ في الأرانب، وليه الأرنبة بتاكل عيالها بعد الولادة؟ وشكرا. أنت مبتدئ وعايز تعرف الأرنبة بتاكل عيالها ليه؟ الأرنبة بتاكل عيالها لما المربي أو أي حد معرفة المربي مسك الخلفة المولودة اللحمة الحمراء بإيديه، تنتقل بصمة إيده يعني ريحة إيده للخلفة، تيجي الأم تدخل بيت الولدة تشم ريحة مش ريحة عيالها، مش هتاكل عيالها، لكن هي بتفترسهم يعني بتقتلهم، بتعتبرهم مش ولادها. طب هترزوني ليه؟ بتقتلهم، وممكن ما تفترسهمش، ممكن تدخل تبططهم، وممكن ما تبططهمش، ممكن تخرج بره تقعد في الملعب بتاعها وما تردحهمش. فهي الغلطة دي ناس كتير بيجي يمسك الولد عاوز يعدها، عاوز لقاها اتولدت بره وعاوز يدخلها، بيتسرع ويروح مدخلها بإيده فبتنتقل البصمة بتاعته ليها. أما بتقول عايز أعرف إزاي أربي الأرانب عشان لسه مبتدئ، حاول تطلع على الفيديوهات اللي أنا منزلها من بدايتها. انا منزل اكتر من 200 فيديو، اطلع عليها بس من بدايتها، عشان كل فيديو هتقراه هتلاقي فيه معلومات اضافية جديدة. يعني في سؤال تاني بيقول، السلام عليكم، انا عندي 5 امهات بعد الولادة ب6 ايام ما بترضعش عيالهم، يا ترى ده ليه علاج؟ العلاج بتاع الموضوع اللي حضرتك بتقوله ده، ول5 امهات وبعد 6 ايام، ده معناه ان في خطأ بيرتكب مع ال5 امهات، خطأ ثابت بيرتكب مع ال5 امهات، اللي هو ايه؟ اللي هو ماسك الخلفة بايدك المجردة، تنتقل البصمة، الام تدخل تلاقي دول مش عيالها، هتحرن وتطلع بره ما تردحهمش. وده لسه ردد على السؤال اللي فات بنفس الموضوع ده. سؤال بيقول، الرد سريعا، مانع الأكل وصعوبة في التنفس، مع العلم إن محصن فيروسي مصري من 51 يوم وهي عشر 10 أيام. طيب منع الأكل، عشان تبقى عارف يعني كده إن أي مرض يجي للأرنب بيسد نفسه عن الأكل. منع الأكل يعني بيسد نفسه عن الأكل، يقوم يضعف ويهزل وتقل المقاومة والمناعة بتوعه. فاللي لفت نظري في كلامك إن بتقول في صعوبة في التنفس وان انت محصنه فيروسي. فيروسي ماله ومال صعوبه التنفس ومال انه يقطع الاكل؟ الفيروسي ده يعني الناس دلوقتي بتستسهل اي دروب عندهم يقول لك ده فيروسي. هو الفيروسي اي كلام،
فالوسمة له ظاهرة وحيدة معروفة اللي هو خروج الدم من فتحة الشرج أو من الفم. فهل اللي أنت بتقوله ده حصل؟ ما حصلش، لكن أنا استشفيت من كلامك إنك بتقول صعوبة في التنفس، صعوبة في التنفس يعني برد، مش برد بس، ده مرحلة متأخرة من البرد، يعني داخل على التهاب رئوي إن لم يكن أصابه الالتهاب الرئوي، ولو أصابه الالتهاب الرئوي ملوش علاج. فكان يجب عليك إنك تلاحظ حكاية البرد دي من الأول وتعالجه على طول، وتقطع تيار الهواء طبعا اللي هو متسبب في البرد ده عشان ما يوصلش للمرحلة دي. ده إذا كان التشخيص بتاعك برد، لكن ممكن التشخيص للحالة دي ممكن يكون هو استنشاق الأمونيا في مكان التربية، تكون ما بتتخلص منها أول بأول فبتأثر على الجهاز التنفسي. أما حكاية المحصل من التحصين ملوش دخل بالالتهاب الرئوي. ممكن حضرتك تطلع على الحلقة 161 عن الالتهاب الرئوي. أخيرا إذا أعجبك الفيديو اعمل اشتراك ليصلك كل جديد، وتقبلوا سلامي وتحياتي.